بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ بالقاسم محمد، أستاذ التاريخ بجامعة تلمسان. اليوم هذا الفيديو سأشرح فيه طريقة العمل على برنامج فوتو ستاج الذي من خلاله يمكننا تركيب مجموعة من الصور وتسجيل صوتي لنحوله إلى مقطع فيديو. هذا البرنامج هو متاح بالمجان في الانترنت، وهو برنامج صغير الحجم يمكن تحمله بكل سهولة واستعماله بكل سهولة. بداية قبل شرح البرنامج، البرنامج يحتاج إلى الصور مثلا، وهذه الصور هي نكون قد حولناها من الباوربوينت إلى مجموعة من الصور، الباوربوينت الذي نكون قد شرحنا فيه الدرس الموجه للطلبة. فما علينا إلا أن نفتح الباوربوينت الذي فيه الدرس الذي هو موجه للطلبة. من أجل تحويله إلى مجموعة من الصور نذهب إلى فيشي، ثم نتوجه إلى انجستري اي انفوي، ثم موديفي لو تيب دو فيشي. فنجد مجموعة من الصيغ، والصيغ الموجودة الخاصة بالصور هي فورما بي ان جي وفورما جي بي او جي. سنختار فورما بي ان جي ونقوم بحفظ هذه الصور في الحاسوب. نختار ملف في الحاسوب لنجده فيما بعد، مثلا نوفو دوسي، ونقوم بعملية الحفظ. ننقر على شاك ديابوزيتيف، ثم ننتظر بضع ثواني حيث يقوم بتحويل باوربوينت إلى مجموعة من الصور. كل صفحة سيحولها إلى صورة مستقلة بذاتها. هذه الصور هي التي سنحتاجها في تركيب الفيديو، وهذا الفيديو هو شرح للدرس الموجه للطلبة. ننتظر بضع ثواني ليقوم بتحويل باوربوينت إلى مجموعة من الصور. ننقر على أوكي، ثم نتوجه إلى مكان حفظ الصور، فهو موجود على سطح المكتب نوفو دوسي. لنجد أن الباوربوينت تحول إلى مجموعة من الصور، كل الصفحة تحولت إلى صورة مستقلة بذاتها. نتجه إلى البرنامج، قلنا أنه يحتاج مجموعة من الصور ومقطع صوتي. المقطع الصوتي يمكن لنا أن نسجل الدرس بالشرح من خلال تسجيله عبر الهاتف النقال، سمارت فون، أو حتى الهواتف العادية فيها خاصية تسجيل الصوتي. بالإضافة إلى يمكن أن نستعمل برامج حتى هي الأخرى. هي هناك برامج ذات حجم صغير ومتاحة بالمجان في الانترنت، يمكن استعمالها في الحاسوب. ربما سنشرح أحد البرامج في فيديو آخر إن شاء الله. ما علينا إلا أن نفتح البرنامج، ثم نقوم بعملية إدراج الصور التي حولناها، أو الباوربوينت الذي حولناه الصور. مثلا سأختار نماذج فقط، ثمانية صور. سيقوم بتحميلها في هذا الجزء، ما علينا إلا أن نقوم بعملية تحديد الصورة، ثم ندرجها في هذا الشريط من خلال الإمساك بالصورة بالفأرة، الزر الأيسر للفأرة، وندرجها في هذا الشريط على التوالي حسب الترتيب الموجود في الباوربوينت. ها نحن الآن قمنا بعملية إدراج الصور في هذا الشريط، ثم سنقوم بإدراج مقطع فيديو في هذا البرنامج. مقطع الفيديو مثلا سأختار النشيد الوطني مثلا، لم أقم بعملية تسجيل
صوتي فقط، هذا مثال. ها هو التسجيل الصوتي، ما علينا إلا أن نحدده، هو نقوم بالإمساك بالمقطع الصوتي وندرجه في هذا الشريط ليتبين لنا أنه أصبح متاحا ها هنا. بعد إدراجنا إلى الصور ومقطع الفيديو أو مقطع المقطع الصوتي، نرى أنه آليا سيقوم البرنامج بجعل 5 ثواني لكل صورة، 5 ثواني لكل صورة، أي معناه بعد مرور 5 ثواني سينتقل من هذه الصورة إلى هذه الصورة، ثم بعد مرور 5 ثواني سينتقل من هذه الصورة إلى هذه الصورة. ما علينا إلا أن نقوم بعملية التنسيق بين الصور والمقطع الصوتي. مثلا الصورة الأولى تحمل فكرة معينة، الأستاذ يقوم بشرح فكرة في 7 دقائق، في 7 دقائق، ما على الأستاذ إلا أن يقوم بعملية تنسيق من خلال النقر على هذه الخانة لتظهر لنا هذه الصفحة، ثم يقوم يمكن القيام بعملية حسابية. مثلا إذا كانت الفكرة أخذت من الأستاذ 7 دقائق، مثلا 7 دقائق ضرب 60 دقيقة، فإنه سنجد 420 ثانية أبليكي، ها هي هذه 7 دقائق. يمكن تحويل الثواني إلى ثواني إلى أو عفوا الدقائق إلى ثواني، لأنه هنا يعطينا خاصية أو إمكانية إمكانية تحويل الدقائق إلى ثواني. نضرب 60 ثانية في عدد دقائق، ثم نضع العدد ها هنا حتى يضبط بشكل صحيح وبشكل جيد. مثلا نقوم بعملية ضرب مثلا 60 ثانية في مثلا شرح 5 دقائق، 60 في 5 فإنه تصبح لنا 300 ثانية أبليكي، لنجد أنه ها هنا 5 دقائق مثلا، 5 دقائق. بعد هذا ما علينا إلا أن نقوم بعملية الحفظ ما بين حفظ أو عفوا حفظ الفيديو في الحاسوب من خلال العملية التالية. ننقر على إكسبورتي ونختار فيشي فيديو، ستظهر لنا هذه الخانة وطمئن السادة الأساتذة بعدم القلق من هذه الخانة، بحكم أنني لم أفعل البرنامج سننقر على هذه الخانة، ثم تظهر لنا هذه الصفحة التي فيها مجموعة من التعليمات. نختار MP4 ذو جودة ممتازة، ثم نختار 720 1280 720، نختار 720، ثم نقوم بعملية الإنشاء الخاصة بالفيديو. ننتظر بضع ثواني حتى يقوم بعملية حفظ الفيديو في الحاسوب. الآن هو في عملية تحضير الفيديو، الفيديو فيه حوالي 12 دقيقة. بعد أن يكتمل حفظ الفيديو ستظهر لنا هذه الصفحة، نقوم بعملية فتح الملف الذي يوجد فيه الفيديو الخاص بنا. الفيديو هو محدد اوتوماتيكيا. يمكن ان نتعرف على انه الفيديو الذي قمنا بتسجيله من خلال التاريخ، طبعا خلال التاريخ ها هنا. سنحاول او سنفتح الفيديو لنرى النتيجة. ها هو الفيديو الذي قمنا بحفظه في الحاسوب، فنجد أن فيه 12 دقيقة و20 ثانية. مثلا المقطع أو الصورة الأولى قلنا أنها فيها 7 دقائق، مثلا سأتجه مباشرة إلى 6 دقائق لنرى أنه تحول إلى الصفحة الموالية، ثم سنتقدم قليلا لنرى
كيف سيتحول إلى الصفحات الأخرى الواحدة تلو الأخرى. بهذا نكون قد حولنا الصور ومقطع المقطع الصوتي إلى مقطع فيديو بشكل ناجح وبشكل سهل جدا وبسيط. البرنامج هذا في مجموعة كثيرة من التعليمات والعمليات، نحن أو الشرح الذي قمنا به، قمنا بشرح الأساسيات الضرورية من أجل تحويل مجموعة من الصور ومقطع أو المقطع الصوتي إلى مقطع فيديو. إلى هنا نتمنى التوفيق إن شاء الله للزملاء الأساتذة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.